المراركة يقولون بأن الغضب الإلهي قادم إلى الجزائر، عاصفة رملية الآن مباشرة من تندوف. المراركة راهم يستشفاو، وقال لك أنه الرب الإله غاضب على الجزائريين وأرسل إليهم عاصفة إلى تندوف، إلى مخيمات اللاجئين، مخيمات العزة والكرامة في تندوف مباشرة الآن. كما راكم تشوفوا متابعي ترند الجزائر، الناس اللي راهم يتفرجوا فينا، ما تنساوش بارتاجيو الفيديو هذا يا ماكس دو بارتاج باش يفهموا هذه العاصفة، نوع العاصفة وما هي العاصفة، هل هي حقا غضب إلهي كما يدعي المراركة أم هي عاصفة عادية. متابعي الكرام، متابعي ترند الجزائر اللي راهم يشوفوا فينا خاوتي، بارتاجيو الفيديو هذا ماكس دو بارتاج باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من متابعي ترند الجزائر. غضب إلهي عظيم. المخيمات اساسين اوف دين ايتاج اوكل بونسابل ماشي انت الريح لا هذه 2008 جات ذنب تحج لكم ناصر عقب تحقق عقب توخلت ما نسيت هربت الناس والله وعقبنا قشنا الطبقة ما جات قاع لاجة برد لاجة برد هو تخطات كيف تقبلت السماء كامل هاي واش تشت دشت رجعت شينا هذا محمد السادس اللي دارها محمد الشيشي. المراركة قال لك الغضب الإلهي، قال لك سبحان الله، ناس مراد مهابل يعني، لكن عاصفة قوية، تبقى عاصفة قوية يعني. لا يعني ربي يستر، ربي يستر أهلنا وإخواننا في تندوف وحتى في مخيمات اللاجئين، إن شاء الله تمر سلامات. فيديو مباشر من تندوف خاوتي متابعي ترند الجزائر، بارطاجيو الفيديو هذايا باش ما ياخذوهش المراركة ويعني يفسروه بطريقة أخرى، يفسروه كما حبوا هما. واه واه ميمي سيس لي دارها، واه راح تحاكي والله تحاكي وشوف راها تحاكي راهم يخافوا الناس اللي تلزاق اللي ما هو قافل على اللقنة ما راه مشات راهي لقنة مشات وداك وين مشى شو 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 تقدم احنا لك الناس مازالت تتقدم الله يقدر الخير. لا دعك يا بون صابل الناس قاع اللحظة الزول حميد الزول 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 وما يهزني شريحة نعيم والله ما يهزني أنت والله قوي وش هذا صخري احمد الفون صابل يا جيش سامحي ديت الصابل مثلا وفدينا ذي فجع هذا احشى ذي ها
عثقي بها ثيوطد هاو الحق إلى الحق ندخلو هاكي عزف بيك ما هاكي عزف بي إن شاء الله هاكي عزف بعصام واش نايم فاتت فوتوها دوزيتوها وبعتوها عندنا جاتها شوف شوف لحقت للسماء الخير ان شاء الله الله يجعل الخير المراركه قاعدين يستشفى وقال لك غضب الاله ايش بيكم يا مراركه ومراد مهاب النفسيين هكا
الناس اللي قاعدين يقولوا الفيديو قديم وماشي حصري، انا ما نقدرش نخدع خاوتي سيرتو متابعي ترند الجزائر. الفيديو عنده ساعه، السيد كان في بث مباشر الصحراء من تندوف من جنوب الجزائري. متابعينا فقط دعموا الفيديو باللايكات خاوتي، راهو ما كانش خلاص اللايكات، اللايكات خاوتي للفيديو والبارتاج من فضلكم ان شاء الله. سلامات لخاوتنا في تندوف. هنا ينقطع البث. الله يفرج عليهم خاوتنا في تندوف. متابعي ترند الجزائر عندي ساعة البث هذا. عجبهم الصابر يلعبوا في الفون صابر. مانيش انا اللي رحت تما، هذا بث مباشر من الاخ من تندوف مباشره. متابعي ترند الجزائر لايكات على الفيديو خوتي، لايكات للفيديو باش ما يستغلوش المراركه في حاجه واحده اخرى، لانه راح يخرجوا المراركه يقول لكم انه الغضب الالهي واللعنه ديال الملك والملك ديالهم امير المؤمنين. طبعا يعني قاعد يدعي في ربي ليل ونهار باش يسلط عليهم الغضب الالهي ومنا. خوتي ما تنساوش بعد دقائق من الان، بعد 10 دقائق من الان راح نحط لكم فيديو جديد وصدمة جديدة للمخازنية والعبيد والمذلولين. لكن قبل الفيديو هذا ايضا هناك يعني الناس اللي استقساوني على حيث على تأمين الحدود بين الجزائر وليبيا وحول انقلاب في تونس الجديد، والجديد معتز يكشف وثيقة سرية أيضا حول الانقلاب في تونس ومن كان يخطط لعمل الانقلاب في الجزائر. متابعي ترند الجزائر بارتاجي والفيديو هذا، وما تنساوش اللايكات واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد وحصري وخبر لحظة بلحظة ولحظة وقوعه. الخبر راهو حصري خوتي، عنده ساعة من الآن. الزوبعة الرملية الكارثية التي حدثت في مخيمات العزة والكرامة في تندوف. تحياتي لكم جميع متابعي ترند الجزائر، نلتقي بعد قليل في فيديو جديد. السلام عليكم.